يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينا، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا تسلم ايدينا، يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك يلي في حب مصر بتضحي بسنينك، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك تسلم ايدينك، يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك. العالم كله بيشوف المصريين وهم بيستقبلوا السيد الرئيس لحضور فعاليات الجمعية العامة الدورة 71. المصريين بيطوفوا شوارع نيويورك، كلمة واحدة مجمعانا: تحيا مصر. تقول يا فندم؟ تحيا مصر. بحبك يا مصر. تحيا مصر. بنرحب بالسيسي في نيويورك، بنقول له اهلا وسهلا ومستنيينك. Can you say something? You wear the Egyptian flag. What the message you want to say to the whole world? I love Egypt. I support Egypt. Egypt is safe. I support Sisi. I support our flat our Egypt. Thank you. Thank you. أستاذ ناصر، كلمة حضرتك توجهها دلوقتي المصريين الموجودين، تقول لهم إيه؟ حاضر. أنا حاضر إن شاء الله. حاضر. كلمة وجهها للمصريين اللي بيشوفونا دلوقتي يا فندم. أقول لهم أولا كل سنة واحنا طيبين، احنا كان في عندنا عيد أضحى ودلوقتي عندنا عيد إن شاء الله زيارة الرئيس، ونتمنى إن شاء الله تبقى زيارة موفقة وناجحة، لأن زيارة الرئيس هو زيارة لرمز مصر جاية هنا في أمريكا في وسط أكثر من 30 رئيس وملك لدولة هنا في اليونايتد نيشن. نتمنى إن شاء الله إن مصر تكون فعلا في يعني أرقى الأماكن أو المكان اللي هي تليق بيها. الجالية المصرية كلها في أمريكا والجاليات المصرية كلها في العالم تتمنى ان المصريين في الخارج يكونوا قوة اقتصادية وسياسية تفيد مصر وتجعلها هي مشاركة معاها في التحديات اللي تمر بها مصر ان شاء الله، وان شاء الله تحيا مصر بينا جميعا ان شاء الله. تحيا مصر. قولي حاجة يا فندم. كل سنة والرئيس طيب، وكل سنة والمصريين كلهم طيبين، ومن نصر لنصر دايما ان شاء الله. كلمة يا فندم توجهها للمصريين اللي بيشوفونا دلوقتي. بقول تحيا مصر، وان شاء الله كلنا ايد واحده باذن الله ان شاء الله. كلمه يا فندم. تحيا مصر، ومعاك يا ريس لاخر المشوار. شكرا شكرا. اطول خطوه يا ريسنا، ومن نصر لنصر. امين يا رب امين يا رب. كلمه يا فندم. خدي لي حمري. تحيا مصر. تحيا مصر. خدي حمري. انا بحب مصر قوي، يا رب تكرمها يا رب، مصر تكون بالسلامه يا رب يا رب ان شاء الله. مصر تتقدم على ايديك يا رئيس، يا رب ويحميك يا رب، الله يحميك يا رب. اللهم امين. كلمه يا فندم سريعه توجهها للمصريين اللي بيشوفونا والعالم كله اللي شايف المصريين على قلب رجل واحد. اقول لهم ان احنا كلنا مع بعض، السيسي بيجي هنا بيجمعنا دايما بيجمعنا، ويا رب يا رب ربنا يساعده على المشاكل اللي عندنا يا رب يا رب. كلمه يا فندم. ربنا يخلي السيسي لمصر ويخليه لينا، وتحيا مصر، وربنا معاه واحنا معاه على طول الخط. أول حاجة بشكر الناس الجميلة الموجودة النهاردة كلها اللي سابت شغلها وبيوتها وجاية تستقبل السيسي وترحب بيه، وبنقول له أهلا وسهلا بيك، مشرفنا ومنورنا النهاردة كلها. بجد ده عيد النهاردة إن السيسي موجود معانا هنا، وهنشوفه دلوقتي ونحييه، ودي أقل حاجة نعملها. وتحيا مصر، وتحيا الجيش المصري، وتحيا الشرطة. وإن شاء الله الشعب المصري هينتصر، ومصر مستمرة، مصر كبيرة قوي بشعبها وبجيشها وبشرطتها. كلمة يا فندم، كلمة واحدة. هنقول مصر دايما بخير، ومصر اكبر من كل الحاجات اللي بتحصل فيها، ونقول للسيسي ربنا يبارك لنا فيك وكلنا معاك. كلنا معاك يا ريس. كلمه يا فندم. هات يا جو. تعالي يا ايمن اقف. يلا قول يا هلا بسرعه. بقول كلنا معاك يا ريس، خطوه بخطوه ومن نصر لنصر، كلنا بعملنا ومجهودنا وكل الطاقه بتاعتنا احنا معاك. وتحيا مصر، اوعى تخاف، كلنا معاك، احنا بنحبك يا ريس وقلوبنا معاك. يلا تحيا مصر. تحيا مصر. كلمه يا شباب. الشباب يقول ايه؟ يوجه رساله للسيد الرئيس.
اولا انا اسمي يوسف حماده، انا مولود في امريكا بس دمي مصري، واحب اقول تحيا مصر، ربنا معاك يا رئيسنا، وان شاء الله من نصر لنصر، ان شاء الله من نصر لنصر، وتقضي على الاعداء وتقضي على كل واحد عايز يدور البلد. اللهم امين. اللهم امين. كلمه يا فندم توجهيها. وحشتيني يا مصر. وحشتيني يا مصر. كلمه حضرتك تقوليها للعالم كله اللي شايف المصريين دلوقتي على قلب رجل واحد، وكلمه مجمعانا تحيا مصر. هي تحيا مصر، مفيش اكتر من كده. مصر في قلوبنا، ما نقدرش ان احنا في يوم زي ده ما نبقاش نيجي ونسابورت الرئيس بتاعنا، بس عايزين اكتر من كده. يا رب ينصرنا ويحمينا ويحمي يا بلدنا يا رب. يا رب. شكرا يا فندم. تقولي ايه يا فندم؟ كلمه واحده. كلمه واحده اقول ان انا نزلت مايو 2016 مصر. توجهي ايه يا فندم؟ رساله للمصريين وللعالم كله اللي بيشوفنا دلوقتي. اوجه الرساله ان انا كنت مايو اللي فات 2016 في مصر. انجازات الرئيس غير عاديه، انا مبهوره. في حاجات انا ما شفتهاش في امريكا، زي مكاتب البريد ما شفت زيها في امريكا، معموله على احدث المستوى والتكنولوجيا. الطريق صحراوي، انا وصلت من القاهره لاسكندريه في 3 ساعات، دايما بوصل في 7-8 ساعات. الطريق الكباري، الطوابير العيش، ما فيش طوابير عيش. الجمعيات الاستهلاكيه احلى من السوبر ماركات اللي هنا. محلات القوات المسلحه اسعار مخفضه. بصراحه انجازات، انا مبهوره. وتحيا مصر. وتحيا السيسي. تحيا مصر. تقولي يا فندم؟ ربنا ينصرك يا رب. ربنا ينصرك. ربنا يحميك ويحافظ عليك. انا كنت هناك السنه اللي فاتت والسنه دي، ولقيت تغيير جامد جدا جدا، من تقدم لتقدم. يا رب ان شاء الله. انجازاتك، انجازاتك واضحه، وربنا معاك، ربنا معاك، ويقدر الناس انهم يساعدوك يا رب. شكرا يا فندم. تقولي يا فندم كلمه سريعه؟ انا بحيي الرئيس، لاني انا نزلت مصر وراجعه في شهر 8، والصراحه انا شفت انجازات رهيبه. يعني انا من حلوان، حلوان دي كانت بايظه خالص، ما شاء الله عليها، دلوقتي بقت نظيفه جدا. وسط البلد نفس الحاجه، العربيات الجيش اللي نازله بتخدم الشعب، بتنزل اسعار غير خياليه، غير السوق خالص. فتحيا مصر وتحيا السيسي. كلمه يا فندم سريعه للمواطنين اللي بيشوفونا دلوقتي في مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر بناسها الحلوين. بحبك يا مصر. بحبك يا مصر. تقولي ايه يا فندم؟ تعيشي ليا يا مصر، وان شاء الله السلام يعم كل انحاء العالم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. بحبك يا مصر. حضرتك ما قلتش حاجه، انا عايزه كل الناس تطلع. حاضر. اتكلم. بنحبك يا مصر يا سيسي يا ابن مصر، الشعب كله في ظهرك، وانت عملت انجازات لا توصف. واللي عايشين هنا وبيتكلموا وبيهاجمونا، يا ريتهم ينزلوا يتفرجوا عليها، لان هم ما شافوش حاجه ومجرد غواء. شكرا يا فندم. موجودين علشان يوجهوا كلمه للسيد الرئيس بعد الامن اللي سيد الشارع المصري بعد فتره عصيبه. كان الشارع المصري بيتألم وبيئن. تحيا مصر. وتحيا قائدها.